بسم الله وكفى، سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أنعمت زدنا رضا من لدنك، وزدنا بختا من عطائك، وزدنا رضا من فضلك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. والله أكبر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء وبئس المسيئون فعليها. فما احنا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه، فادخل في عبادي وادخل الى جنتي. ونزوم العكس، هذا عدو الله. ايش قدم؟ كفر، نفاق، فساد، كذب على المولى، رفض لاياته، تقفش حجر عثره امام من يرجون الرجوع الى الله. ايه صدوا الناس لانكم تبغضوا دين المولى، وتبغضوا ان الناس يكونوا احرار، باش كيف يقولوا احرام يجوش تحت سلطانكم الظالم تاع ماليبراتور بيرفير نارسيسيك. انتم يساعدكمش باش الناس تخرج من سلطانكم وتمشي الى رحابه الاسلام ودين التنعم والخيرات والمكان المرموق في الجنات في الملأ الأعلى، يرضوا عنا وكلنا سلام، تبتم بما صنعتم في الخالية، الآن تسلمون من الموت كما يقول الرحمن، وتسلمون من الجوع والعراء والشقاء والهموم اللي هي متراكمة عليكم، خاصة في تونس تراكمها بين للناس، أغلبهم ما يعرفوا شيء من الإسلام لأنه كان جاءوا يعرفوا آية، يعني العلامة تاع نجاة قوم سيدنا يونس ذي الحوت، صاحب الحوت عليه السلام. التوا كان عندكم دين صحيح، أيمتكم ما يجموش يهددون، يجمعوا أمرهم يقول لكم يا ناس أو فما مخرج، أنتم مورطين مش العنكوش، أوكم مورطين غورطين غرقم صور ناركم، أنتم مغرورين في الصخب، وعنفكم قاعد يزيد، وعوركم قاعد يزيد، فضايحكم قاعد تتلون وتتكاثر، وباقي عندكم ما تقولوا وما كنتمش مشتافتوا. نهار كله هاوش عندي، هاو الكليب، هاو النكته، هاو التمريقه، هاو الصفعة على الوجه، هاو لي هنا، هذا كله كرام مش من الاسلام. ثبتوا ريحاتكم، انتم الشيطان يحرك فيكم كبيادك لعيمه، وهذا هو الصحيح، وانا سنشهد عليكم ان دمتم على الالحاف انتم الخاسرون. وإذا كان خذيتوا منا العبرة وعرفتوا مقصدنا من تكرار التذكير بالمآل، ما هكا ولا هكا، أنا كل حد يرمي يساعد، ولا أكره في الدين، والسلام من رب العالمين.